وباع. طب في حالة الوراثة بقى، يعني لو أنا دلوقتي لازم برضو هنا تتيقني ان جميع الورثة مضوا على عقد البيع، او جميع الورثة عملوا توكيل، او الورثة فيهم قُصّر ولا لا، فلازم تاخدي موافقة نياب مجلس مجلس حزب. الحزبي، لا بلاها شيرة من ايوه، ما هو لازم تلفي لفة كبيرة جدا. احنا ما عندناش ثقافة نروح لمحامي قبل الشيء، احنا نقع في البلوى ونجيله. محامي كل المحامي بقى هو اللي يعمل كل ده بالظبط. يقول له انا عايز ابيع او انا عايز اشتري، فيبدا يعمل التحقيقات. فبنراجع الورق ده كله، بنراجع التراخيص، وبنراجع تسلسل الملكيه. وبعدين في نقطه كمان، انت شاري العقار ده تسكني فيه ولا تهديه وتبنيه؟ فممكن دي قصه ودي قصه. لو ممكن تشتري ويجي يقول لك ده ذات طابع تاريخي مميز، ده اثري ممنوع هدمه، فتبقي انت شارياه على ان لا، او الدوله مقرره مثلا، الدوله مقرره ان مكان معين، حي معين، ادوار معينه، مش هيبقى فيه هد. او دايما بيبقى فيه نسبه، ودي كلمه بتتقال دلوقتي في العقود، او في حتى عشان يغروا المشتري ان هو يشتري، ان يقول لك عقار في شقه وليه نسبه في الارض، او ملوش ده. معلش يا فندم، عايزين نفرق الفرق ده. ليه نسبه في الارض، يعني انت بتمتلك على قد نسبه مساحه الشقه بتاعتك نسبه في الارض، فلو العقار ده لا قدر الله اتهد او لاي سبب، فانت ليك نسبه في الارض. مالكش نسبه في الارض، ده هوا بقى، ده يعني ايه المفروض العرف ايه والصح ايه؟ لا، انت على ما بتشتري ده بسعر وده بسعر، ما تبقاش دافع على سعر ان ليك نسبه في الارض وانت مالكش. اذا انت من البدايه عارف، كونك عندك شقه في البيلدينج ده اللي وقع، مش ضمانه؟ لا، انت مش كاتب ليك نسبه ولا مالكش. يعني الارض تقول لصاحبها، العقود هي اللي بتتكلم. بالظبط، يعني لازم كل كلمه. والعقار اللي متباع ده متأجر ولا مش متأجر؟ يعني في مستأجر ولا مفيش؟ عشان انت في حقوق ناس تانية، الإيجار هيقول للمشتري. فأنت لازم تبقى عارف انه متأجر والمستأجر مش هيطلع ولا هيطلع. وتسجيل الأرض بقى، يعني مثلا لو مثلا لتس سي مثلا حد عنده لا مش شقة، مثلا عنده مكان أرض، فيلا أو فيلا مثلا في مكان جوه كومباوند أو جوه مجتمع سكن. المجتمع السكني ده مرخص ورسمي وكل الحاجات بتاع، بس هذا الشخص قرر ان هو عايز يسجل، لان هي ارض كمان. لازم يكون الكومباوند ده مسجل. سجل اصلا. اصلا مش هسجل لوحده، جمعي. انا هسجل ليه؟ لازم المالك الاصلي يسجل عشان يديني حق التسجيل. انا هسجل ازاي؟ وانا استحاله هسجل الكومباوند كله. يعني ودي في المجتمعات، بس نوعا ما مؤمنة شوية عن القطاع الخاص، لأنه أنا ببقى مرتبطة بالجهاز أو بهيئة المجتمعات. فلازم التنازل بيبقى في الجهاز، وممنوع التنازل للغير. فلما تيجي يبقى ده بيبقى مثابة أمان شوية، زي الشهر العقاري كدولة، أن أنت بتتنازل في الجهاز. ففي كيان، في كيان زي الشركة، بتبقى اسمك أول مالك في الشركة. فلازم يبقى يعني تسلسل الملكيه، او الشخص اللي انت بتشتري منه ايه، لانه بنفاجئ بكم توكيلات رهيبه متباعه الشقه والعبره.